ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. انا دودي فضل ودي قناتي. يا ريت ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه ونتكل على زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد ان شاء الله هعمله. فيديو النهارده عن الروتين اليومي للبشره وللشعر وكل حاجه احنا بنهتم بيها زي شفايفنا وشعرنا ورموشنا وحواجبنا والحاجات دي كلها اللي احنا لازم نهتم بيها يوميا. روتين كده على السريع قبل ما ننام، بسيط وسهل وما بياخدش وقت، ولازم احنا نعمله بحاجات حلوه جدا ورخيصه وحاجات طبيعيه جدا جدا جدا. اول حاجه لازم نرطب بشرتنا. طب نرطب بشرتنا ازاي؟ لو بشرتك دهنيه هتستخدمي ميه الورد. ميه الورد وهم جدا في ترطيب ونضاره البشره، تمام؟ طب لو بشرتك جافه هتستخدمي ايه؟ هتستخدمي زيت جوز الهند الاصلي البكر، تمام؟ ناخد بالنا، زيت جوز الهند البكر الاصلي، تمام؟ الزيت ده تحفه جدا جدا، لو استخدمتيه مش هتلاقي لا خطوط ولا تجاعيد، وهتلاقي نضاره وهتلاقي ترطيب وهتلاقي، بصي بجد وهم، هتلاقي بشرتك صافيه جدا جدا وتحفه. وخاصه ان احنا في الشتاء ولازم ان احنا نعمل على الترطيب ده يا بنات سواء دهنيه او جافه، لان احنا كلنا بنعاني من الجفاف في الشتاء بالذات. تاني حاجه لازم نهتم بشفايفنا. طيب لازم نهتم بشفايفنا ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنستخدم زيت جونسون وفازلين وزيت جوز الهند. برضو هتحطي كل يوم قبل ما تنامي كده يا ده، وممكن تحطي جوز الهند على الجونسون، ممكن تحطي الفازلين. بصي هتلاقي برضو ترطيب رائع كل يوم لو اهتميتي بالموضوع ده، بالذات التشققات والخطوط اللي بتبقى في شفايفنا باستمرار. ولو انت بقى عندك جفاف جامد وبتنزل دم وكده، بجد ده حل تحفه. اهم حاجه تستمري وتعملي كل يوم الكلام ده قبل ما تنامي. طب بالنسبه لحواجبنا ورموشنا، زيت الخروع مهم جدا للحواجب وللرموش، اصلا هو بيعمل على تكثيفهم وزيادتهم والحاجات دي كلها. بس اهم حاجه وانت بتحطي زيت الخروع ما تحطيش كتير في عينك، علشان الزيت ما يعملش معاكي حبوب في عينيكي او لا قدر الله ويعمل تلوث وكده، لان كمان مش هتحطي كل يوم باستمرار فبالتالي هتأثري على عينيكي. فحطي بسيط جدا جدا جدا، هو بقى يتغلغل وانت نايمه والدنيا هتبقى حلوه، بس اهم حاجه ما تحطيش كتير، تمام؟ هتمشطيهم طبعا باي ماسكارا عندك فاضيه او باي فرشه انت مش بتستخدميها من بتاعه الميك اب، انت حر. بعدين هنلازم نهتم بايدينا طبعا، عشان التشققات والخطوط الطوليه والحاجات اللي احنا بنشوفها والعروق النفره والحاجات دي كلها، لازم تستخدمي كريم يومي او تستخدمي اي زيت زي زيت جوز الهند برضو لترطيب الايدين. ولو استخدمتي كمان زيت جونسون هيبقى حلو جدا جدا جدا، لان هتتخلصي من الحاجات اللي بتبقى طالعه من هنا، تمام؟ اللي هي الجلد اللي بيبقى طالع ده بيوجعنا بعد كده لو انت شلتيه غصب عنك او اتجرحتي فيه او وقع لوحده، ده هيعمل على ترطيبهم وهيبطل يطلع لك الجلد اللي حوالين ضوافرك. بعدين لازم نهتم طبعا طبعا جدا 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 باطراف شعرنا. طب ليه نهتم باطراف شعرنا؟ لانها دايما بتجف مننا فجاه، او دايما احنا بنشتكي كلنا من اطراف شعرنا فجاه بقت متقصفه وجافه وخشنه والحاجات دي كلها. فانت لو اهتميتي كل يوم وحطيتي زيت زيتون في شعرك او زيت جوز الهند او زيت الصبار، الحاجات دي كلها مهمه جدا 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 لاطراف شعرك، وكمان هتديها حيويه ولمعان. ولو استمريتي على الموضوع ده مش هتحسي خالص ان شعرك متقصف او جاف او ناشف زي ما احنا بنشتكي على طول وباستمرار. طبعا ضوافرنا مهمين جدا، عشان تحميهم وتقويهم كل يوم باستمرار لازم تحطي عليهم قبل ما تنامي زيت جوز الهند اللي انت بتحطيه في ايدك او بتحطيه في شفايفك. مهم انك تحطي في ضوافرك كمان، يعني زيت جوز الهند من اهم مميزاته انه بيقوي الضوافر وبيطولها. واخيرا في حاجات لازم نقولها مهمه جدا جدا يا بنات، زي مثلا وانت بتعملي على ترطيب اطراف شعرك مالكيش دعوه بفروه شعرك. ليه بقى؟ عشان الزيوت دي تقيله، فانت بالتالي لو استخدمتيها فروه شعرك هتحرقك وهتلتهب فروه شعرك الدنيا هتتبهدل، فبلاش. واعملي حمامات زيت مثلا مره او مرتين في الاسبوع، تمام؟ بالنسبه بقى لتشققات الشفايف الجامده جدا، لو انت شفايفك مقشره جدا وبتنزل دم وفيها مثلا جروح او حاجه، حاولي تجيبي زيت اللوز الحلو ده، مهم جدا جدا لترطيب الشفايف وهتحسي بفرق رهيب جدا. طبعا بجانب زيت جونسون وفازلين زي ما احنا قلنا، وزيت جوز الهند البكر الاصلي ده مهم جدا بجد، جوه مش هتندموا. واحنا كده خلصنا الفيديو يا بنات، دمتم حلوين يا رب وبخير، يا رب تكونوا استفدتوا. بليز يا بنات لو عجبني الفيديو ما تنسوش نعمل لايك وشير كتير كتير كتير. باي باي.